السلام عليكم. إيران تعلن عن تخصيب يورانيوم بنسبة تصل إلى 20%. إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه تم اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوعين على ضخ الغاز في سلسلة جديدة من أجهزة طرد المركزي من طراز ER6. وقال بوهروز كامالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن عملية ضخ الغاز لسلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزية ER6 تم الإبلاغ عنها للوكالة الدولية قبل أسبوعين على الأقل. والوكالة قامت بإعلان ذلك في وقت سابق، ووسائل الإعلام الدولية قامت بتضخيم الخبر على الفور بأهداف محددة. وأردف كامالوندي كان إجراء إيران يوم أمس في استحصال اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من هذه السلسلة هو الجزء الأخير من هذا الإجراء الثقني المعلن سابقا، والذي تم الإعلان عنه مسبقا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم التحقق منه مؤخرا. وأردف تم هذا الإجراء من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وفق الوجبات القانونية للمنظمة في إنشاء 1000 جهاز 6 سلاسل من أجهزة الطرد المركزية ER6 وضخ الغاز فيها. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.